بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وقفنا عند التربية بقلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام ثم قلة الأنام. وقلة الأنام يشير إليها ما سنه الله لنا من قضية الاعتكاف، يشير إليها هذا الإرهاص بالنبوة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول حبب إلي الخلاء، فكان يتزود لليالي ذوات العدد في غار حراء حتى إذا نفد الزاد من طعام من شراب نزل إلى مكة ليتزود لمثلها. وهذا هو الميقات الذي جعله الله سبحانه وتعالى لموسى 30 ليلة ثم زاده 10، فأصبح عندنا أيضا اعتكاف عن الخلق وبعد عن الخلق في تجربة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تهيئة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأولى، وكذلك عند سيدنا موسى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، وكذلك في سنة الاعتكاف سواء في البيت الحرام أو كان في مساجد الله كما يرى الشافعي، أننا إذا ما دخلنا المسجد نوينا سنة الاعتكاف لدقائق لساعات ما بين الصلاتين ليكن. وإن كان اشترط الإمام أبو حنيفة في الاعتكاف الصيام، ولذلك لا يجوز إلا أن نعتكف يوما بليلة حتى نحدث فيه الصيام، لأن الصوم شرط عنده لصحة الاعتكاف. على كل حال، الفكرة التي نريد أن نؤكد عليها هنا هي قضية قلة الأنام. قلة الأنام معناها اتاحت فرصة لعقل الإنسان أن يتأمل، أن يتدبر، أن يتفكر، أن يعيش مع نفسه، أن يراجع أخطاءه، أن يراجع أفعاله، أن يقوم تصرفاته حتى يتقدم إلى الأمام. إذن فهي تربية تهيئ الإنسان في نهاية المطاف للذكر وللفكر، للتخلية وللتحلية، للتعامل مع التجلي، من أجل أن يصل الإنسان في طريقه بهذا السلوك إلى العبادة الحقة وإلى إخلاص الدين وإلى إنشاء الهمة. قلة الأنام، بعض أهل الله يتكلم أن قلة الأنام لابد أن يتصل بها خدمة الأنام، ومن هنا كان في طريق الله قضية الخدمة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. خدمة الأنام بكل أشكالها، بأشكالها البسيطة والمركبة، بأشكالها الآنية والمستقبلة، بأشكالها الخاصة والعامة، بأشكالها الجزئية والكلية، بأشكالها المطلقة والمقيدة، بأشكالها خدمة الناس. قلة الأنام مرتبطة بخدمة الأنام. إذن فقلة الأنام ليس معناها الهروب،
من الأنام ابتغاء كراهية هؤلاء الأنام، بل قلة الأنام معناها التركيز من أجل خدمة الأنام بكل الوسائل. ومن هنا، من قلة الأنام وخدمة الأنام، حملوا حديث ابن عباس حيث كان معتكفا، فجاءه رجل يدعوه إلى خدمة معينة، ويعرف أن ابن عباس معتكف، هناك فضل يوم أو يومين. فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من المسجد، يعني كسر الاعتكاف، يعني ترك الاعتكاف ليذهب لخدمة ذلك الرجل مع خدمته التي طلبها منه أو شفعته التي أرادها منه. فقال له الرجل: لست في عجلة، أتم اعتكافك. فقال له ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه فله اعتكاف 40، ولا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. يعني حضرتك عايزني أكمل اعتكاف يومين وضيع على نفسي اعتكاف 40 سنة؟ ده أنت فرصة، أنت اعتكاف 40 سنة، على الأقل 40 شهر، بأقل خالص خالص هيبقى 40 يوما، وأنا معتكف يومين ثلاث. يبقى إذن الأنام كما أن فيها قلة من أجل يعني ملء القلب بكثير من الهمة، إلا أن وجهها الثاني هو الخدمة. ومن هنا يتكلم أهل الله عن قضية الخدمة، والخدمة هي أن تكون في خدمة الناس، تكون في حاجة الناس، يجب عليك أن تقضي حوائجهم. وورد في أحاديث كثيرة كيف أن هذا له الأجر الجليل والأتم عند الله سبحانه وتعالى. بقلة الكلام وقلة المنام وقلة الطعام وقلة الأنام مع خدمتهم يتم السلوك، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أوتي صمتا وحكمة فإنه يلقى الحكمة، يعني يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإذا رأينا الرجل قد صمت فإنه يلقى الحكمة، الحكمة تتنزل على قلبه من عند الله سبحانه وتعالى جزاء لقلة الكلام. بقلة المنام: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، طريق مقيد بالكتاب والسنة. قلة الطعام التي فيها: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومن هنا مع قلة الأنام نشأت عند أهل الله قضية هي قضية الخلوة والجلوة. الخلوة والجلوة نشأت من قلة الأنام. الخلوة لها معاني، فقد تكون الخلوة عن الناس، لكن قد تكون الخلوة أيضا
عن المعاصي، والجلوة مع الناس، لكن أيضا قد يكون ثواب الخلوة القلبية مع تلك الجلوة، حتى قالوا خلوتهم في جلوتهم. مع تفصيل ذلك الخلوة والجلوة نعيش مرة أخرى في حلقة أخرى، فإلى لقاء قريب أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.